السلام عليكم، مرحبا أصدقائي. فيديو اليوم مهم وانطلب مني أكثر من مرة، واللي هو كيف نعلم البسس الصغار على الحمام. الطريقة جدا سهلة وراح يتعلموها قططكم بسرعة. تابعوني لآخر الفيديو لحتى تتعلموا الطريقة الصحيحة، وإن شاء الله بعدها ما راح يعملوها قططكم خارج الليتر بوكس. ما راح طول عليكم بالفيديو، راح شارككم بموضوع مهم بنهاية الفيديو، لذلك بتمنى أنكم تحضروا للآخر. قبل ما نبدأ أرجو أنه تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة، لأنه للأسف عم لاحظ أنه 90% من المشاهدات من غير المشتركين. بتمنى أنكم تدعموني لحتى أقدر كمل وشارككم كل المعلومات وتجربتي مع تربية القطط. وبسم الله نبدأ. مرحبا فيكم من جديد. بعد شهر ونص تقريبا راح تبلش القطط بالأكل، وبس بلشت بالأكل راح تعملها بزوايا البيت مثل ما شايفين. كل اللي راح نعمله راح نجيب الليتر بوكس ونحطه بنفس المكان اللي عملوها فيه. أول مرة راح نخليهم يشوفوا كيف عم نطمرها بالرمل، ونخلي الرمل معهم بنفس المكان اللي هم فيه. الخطوة الثانية راح نصير نحطهم فوق الرمل أكثر من مرة باليوم، ونلعبهم بنفس المكان لحتى يتعودوا عليه. بعد يوم أو يومين راح نلاحظ إنه بلشوا يعملوها لحالهم بالرمل. وبس هيك، هي هي الطريقة، سهلة وبسيطة مثل ما شرحت لكم. في حال صارت البسس تعملها بغير مكان، منعاود منحط الرمل محل ما عملوها ومنكرر اللي عملناه أول مرة، وهيك بضمن لكم إنه البسس بطلت تعملها خارج الليتر بوكس. هيك بيكون خلص الفيديو. اما عن الموضوع المهم اللي قلت لكم عليه اول الفيديو، هو اني محتار في اي وقت تريدون انشر لكم الفيديوهات. رح حاول اني اعمل فيديو كل اسبوع، وبشوف انه انسب يوم للنشر هو يوم الجمعة. خبروني بالتعليقات اذا بدكم انشر يوم الجمعة او غير يوم. وكمان اذا عندكم اي استفسار فيكن تسألوني بالتعليقات، وانا رح جاوب بالفيديو القادم ان شاء الله. شكرا على متابعتكم للفيديو وعلى اعجابكم بالفيديو واشتراككم بالقناة. الفيديو الماضي كان عن ردة فعل بيتر عن اولاده، شافهم اول مرة، حضروه كتير حلو وممتع. بترك لكم رابطه بالوصف، وراح تلاقوا بالوصف كمان كل حساباتي على الفيسبوك وانستغرام، تابعوني فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله، دمتم وقطتكم بخير.